بغيت يا اختي الوجه ديالك يولي مجبد وتهني ليا من التجاعيد، ركزي معايا في هذا الفيديو حتى التالي. اليوم جبت لك وصفه خطيره كتقضي على الترهلات ديال البشره، كتقضي على التجاعيد سواء اللي كتكون في الجبهه او لا حول العينين او لا حول الفم. بهذه الوصفه حتى ولو كنت يعني في السن ديال الاربعينات البشره ديالك كتبان ديال بنت العشرينات. هذه الوصفه كتجبد الوجه المترهل، كتقضي على التجاعيد، كتحارب الشيخوخه المبكره. من اقوى الوصفات اللي تتاخر من ظهور علامات يعني التجاعيد اي الشيخوخه المبكره. فتابعوا معايا البنات الفيديو حتى التالي لقطه بلقطه هكا باش تشوفوا معايا ان شاء الله الوصفه، وتشوفوا معايا المكونات، وتشوفوا معايا يعني النصائح اللي غادي نعطيكم ان شاء الله. فاول حاجه ما تنساوش خصكم من واحد اللايك فضلا وليس امرا، كيف ما كندير مجهود كنجيب لكم وصفات في المستوى تستحق انكم تجربوها، كتجربوها وكتعطي نتيجه. فنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبارطاجيو هذا الفيديو عندكم. وغادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكون الرئيسي اللي عندنا في الوصفه هو الموز او البنان. الموز كيأخر علامة ظهور الشيخوخة المبكرة من يعني المكونات اللي مفيدة جدا يعني للتجاعيد او لا العلامات الشيخوخة المبكرة. غادي نحتاجو غير النصف ديال واحد البنانة او موزة غير تكون طيبة هكا باش تعطي يعني المفعول ديالها، وباش يعني دغيا 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 يعني تمعس ليكم تكون طيبه. المهم البنات انا خديت هنا كيف ما كتشوفوا معايا النص ديال البنانه، من احسن يكون البنان طيب يعني اللون ديال القشر ديالو اسود. فانا صراحه ما عنديش يعني الموز يعني طيب في الدار، عندي غير هذا كيف ما كتشوفوا معايا انا استعملته، ولكن راه طيب ماشي مشكل. غير هو يعني يستحسن يكون القشر ديالو باللون الاسود لانه الفيتامينات كتولي متضاعفه فيه. المهم انا استعملت هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. من احسن انكم تاخذوا واحد الصفايه وديروا هذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا، يعني تمعسوا داك البنان باش غادي يولي لكم بحال الكريم. ملي كيهبط في الصفايه كيولي على شكل كريم، وهكا كيجيكم واحد الكريم يعني متجانس كيف ما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو. فهذه طريقه باش تحضروا ان شاء الله الماسك ديالكم. بالنسبه للبنان راه مفيد بزاف للبشره لانه غني بلا فيتامين بي، غني بلا فيتامين سي اللي كيساهم بشكل كبير في زياده انتاج الماده ديال الكولاجين اللي هي اللي مسؤوله على النضاره ديال البشره. هي اللي كتخلي لنا البشره مجبده، كتخلي لنا البشره صافيه، ما كيبانوش فيها البقع، ما كيظهروش فيها يعني التجاعيد. فهاد الماسك اللي غنعطيكم اليوم خطير البنات، غير جربوه ليا وردوا عليا الخبر. من بعد ما صافي كملت البنات هانتوما كي كتشوفوا معايا صافي كلشي داكشي يعني كيهبط في الصفايه، وكتحصلوا على واحد الخليط كريمي يعني على شكل كريم، ما كيبقاش فيه داك البنان طريفات ولا شي حاجه، كيولي على شكل بوماد كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو لتاني مكون عندنا هنا في الوصفه هو العسل. عسل يكون طبيعي ديال النحل، الا ما عندكمش غنقول لكم باش ممكن يعني تعوضوه. بالنسبه للعسل مفيد جدا للبشره، راه غني عن التعريف. فانا كنستعمل العسل يعني ديال النحل الطبيعي ديال البلاد ديالنا النحل. مهم بالنسبه للعسل ديال النحل راه مفيد جدا للبشره، وكيرطب البشره، مفيد يعني في اعطاء البشره يعني النضاره. غادي نستعمل منه تقريبا معلقه صغيره كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، وغادي نخلطوا يعني هاد المكونات هادو بجوج مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للناس جداد لاول مره يدخلوا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. فإلى عجبكم هذا المحتوى اللي كنقدم ما تنسوش انكم تنضموا للعائله ديالنا وضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو الموجود، ضغطوا على ابوني او سبسكرايب او اشتراك، وما تنسوش حاجه مهمه هو انكم تفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم دائما كل جديد ان شاء الله. من بعد ما تنخلطوا هاد جوج ديال المكونات كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ندوزوا لثالث مكون عندنا هنا في الوصفه هو النشا، نشا الذره او زهره الذره.
غادي نستعملوا منه ملعقه صغيره كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. النشا واحد العنصر اللي مبيض بزاف للبشره ديالنا، فهاد الماسك اللي غادي تشوفوا معايا اليوم ان شاء الله راح تيصفي البشره، تيعطي البشره النضاره. مهم ما يمكنش لكم تخيلوا الفوائد ديالو للبشره ديالكم الا واذا جربتوه البنات، ضروري خصكم تجربوه وردوا عليا الخبار. كنخلطوا هاد المكونات بالثلاثه مزيان حتى كيتخلطوا لينا وكيتجانسوا لينا مزيان. بالنسبه اللي ما عندهاش نشا ممكن تعوضيه بالدقيق ديال الرز، دقيق الرز اللي كيكون مطحون بودره، تطحنيه جيدا وكتضيفي منه معلقه صغيره عوض النشا الا ما متوفرش ليك. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما الخليط تيولي بهذا الشكل هذا، فانا بغيتكم تتبعوا هذه الطريقه البنات باش ان شاء الله الوصفه تعطيكم نتيجه. دابا غنضيفوا حليب بودره. اي نوعيه ديال حليب بودره عندك في الدار، غير يكون حليب بودره، سواء يعني الحليب ديال الاطفال او لا اي نوعيه متوفره عليك. غتضيفوا معلقه صغيره، يعني معلقه صغيره من كل مكون كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وغنخلطوا مزيان حتى يتجانس لينا داك الحليب يعني بودره مزيان في الوصفه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كتخلطوا الماسك غير بشويه البنات، مكون ورا مكون كيف ما كتشوفوا معايا، غير بالخاطر وانتم كتخلطوا دوك المكونات يعني كيتجانسوا فيما بعضياتهم حتى كيولي داك الخليط بحال الكريم بهذا الشكل هذا. بعد ما غنخلطوا هاد المكونات غادي ناخذوا زيت بذور العنب. زيت بذور العنب مضاد للشيخوخه، مضاد للتجاعيد المبكره، كينفخ دوك التجاعيد يعني دوك الشراطي اللي كيكونوا عندنا في الوجه ديالنا تينفخهم يعني بحال البوتوكس. فزيت بذور العنب من اقوى الزيوت اللي كتحارب التجاعيد، من احسن يعني لما كانش عندكم وبغيتوا تاخدوه خدوه من الصيدليه او من البارافارماسي، فالثمن ديالو مناسب جدا. راه ما عرفتش البنات بشحال خديته ما بقيتش عاقله، ولكن راه قل يعني من 30 درهم، راه ما غاليش هاد الزيت ولكن راه زوين للبشره البنات. سواء ديروه في لي ماسك او لا تدهنوا به الوجه ديالكم، كديروا منه قطرات يعني في هاد الوصفه هذه. الا ما عندكمش عوضوه بزيت الزيتون، الا ما عندكمش هاد الزيت هذا ممكن تعوضوه بزيت الزيتون. دابا غنضيف زبده الشيا او لو بوغ دو كاريتي او زيت الشيا يعني على حسب اللي متوفر لكم. بالنسبه لهاد زبده الشيا مرطبه للبشره وحتى هي يعني مضاده للشيخوخه. غادي نضيف منها تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، وغنخلطوا الماسك ديالنا. هاد الماسك راه كيف ما قلت لكم البنات راه كيصفي البشره، كيرطب البشره، تيعطي البشره النضاره الى الوجه ديالك ناشف بزاف، وخصوصا يعني الناس اللي عندهم الوجه ديالهم ناشف ليهم بزاف هو اللي كيتعرض للشيخوخه المبكره. الا لاحظتوا النساء او اي واحد يعني الوجه ديالو دهني ما كيتعرضش للشيخوخه المبكره دغيا. الناس اللي عندهم الوجه ديالهم ناشف ليهم بزاف هما اللي كيتعرضوا للشيخوخه المبكره، يعني كتظهر ليهم ديك الشيخوخه على البشره ديالهم في واحد السن اللي متقدم، يعني في واحد السن اللي في الثلاثينات يعني كتبان ليهم تجاعيد على البشره ديالهم، بالمقارنه مع الناس اللي عندهم البشره دهنيه فالتجاعيد ما كتبانش ليهم على البشره ديالهم دغيا. المهم حاولوا ما امكن ديما ترطبوا الوجه ديالكم هكا باش دائما يبقى البشره ديالكم تبقى رطبه، تبقى يعني ما تعرضش ديك الجفاف او ديك النشوفيه بزاف. دابا ضفت البنات كيف ما كتشوفوا معايا زيت اللوز. بالنسبه لهاد الاضافات اللي ضفت انا، سواء الزيت ديال بذور العنب او زبده الشيا او الزيت ديال اللوز، راه ممكن تعوضوهم باي حاجه عندكم بحال زيت جوز الهند او زيت الزيتون او زيت السمسم يعني او زيت جنيل القمح، كاع هاد الزيوت هادو كلهم مزيانين للبشره. بالنسبه للزيت ديال اللوز راه ضفت منه غير قطرات، يعني زيت اللوز الحلو.
كنخلطوا الماسك ديالنا مزيان، هانتوما كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وهاد الماسك تطبقوه على البشرة ديالكم تكون نقية تكون نظيفة، كتطبقي هاد الماسك على الوجه ديالك والرقبة والعنق لمدة 30 دقيقة، يعني نصف ساعة ديري هاد الماسك بشكل يومي وردي عليا الخبر. راه الوجه ديالك كيتغير، كيتجبد، كيصفى، كيتنقى، كتشوفي البشرة ديالك يعني تغيرات بزاف. ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذا الماسك هذا وتردوا عليا الخبر. ملي تبغيو تغسلوا الوجه ديالكم غسلوه بالماء بارد البنات هكا باش البشرة ديالك تبقى مجبدة، يعني الماء دافي راه كيرهل البشرة. وبالليل اضغطوا البشرة ديالكم، دهنوها سواء بالزيت ديال اللوز الحلو او اي زيت عندكم في الدار. ولهنا نكون وصلت نهاية الفيديو، كنقول لكم شكرا على المتابعة وفي امان الله.